السلام علينا وعليكم وعلى الذي يلقينا. عدد جديد من الحصاد الليلة الأربعاء 25 أوت 2021. الحمد لله أن أعادنا فخامته إلى موقعنا وحظيرتنا، حظيرة الدول العربية. الحمد لله أن قوم عوجاجنا بعد 10 سنوات من الانحراف وأعادنا إلى حيث يجب أن نكون، مصطفين وراء ولي الأمر الملهم المجدد المخلص المنقذ. ما لنا والديمقراطية، ما لنا وتقاليد الغرب الكافر. نحن أمة لا يليق بنا إلا أن نكون رعايا وتبا للمواطنة وللكرامة والحرية وكل القيم الإنسانية التي لن تؤمن من خوف أو تطعم من جوع. تقولون إنما حدث انقلابا وتصرون على ذلك وتنسون أن فخامة الرئيس لم ينصب لكم المشانق وبعد كما يفعل المنقلبون، ولم يوجه وابل الرصاص إلى جماجم وصدور المعارضين الفاسدين. شكرا سيد الرئيس لأنك لم تسجننا ولم تفرمنا ولم تذبنا بالأسيد وترمينا في قنوات المجاري حيث مكاننا الطبيعي الذي تراه. شكرا سيد الرئيس لمعلوماتك الضافية وردودك القاطعة الشافية وحلولك السحرية الناجعة التي بدأنا نستشعر تأثيرها على الأرض ونشاهدها تمشي عارية في الشوارع والأسواق ونسمعها تصدح من المنابر والأبواق. شكرا سيد الرئيس على ما فعلت وما لم تفعل وعلى ما ستفعل، فأنت المبتدأ والخبر وأنت الفعل والفاعل والمفعول به، وأنت المشرع والمنقذ والقاضي والصدر الدافئ الحنون الذي انتظرناه بعد فقدان سنين. شكرا سيد الرئيس، وسأبقى أردد كل عبارات الشكر والحمد، وعذرا إن خانتني الكلمات للتعبير عن جليل امتناني وكل التقدير والتقديس. شكرا سيد الرئيس على الخبز والماء والبطاطا. شكرا سيد الرئيس، سنرددها صباحا ومساء ويوم الأحد وقبل النوم وفي النوم وفي الأحلام وأثناء السهر. المستجدات السياسية وتفاعلات الأحزاب السياسية بعد قرار فخامة الرئيس التمديد في إجراءاته الاستثنائية. ما هي التوقعات والاحتمالات في خصوص بيان رئيس الجمهورية للشعب التونسي؟ هل انتهى دستور 2014؟ وهل سنذهب إلى التنظيم المؤقت للسلطة العمومية؟ ما هي خطة حركة النهضة في مواجهة سياسة رئيس الجمهورية؟ أم انكفأت لترميم بيتها الداخلي؟ هذه الأسئلة وغيرها محور الحصاد الليلة، ويشرفني باش يكون معايا تحليلا ونقاشا السيد سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. مرحبا بك سمير. الصحفي والإعلامي عادل رزقي، مرحبا بك عادل. والسيد محمد الجوماني رئيس لجنة الأزمة داخل حركة النهضة وعضو المكتب التنفيذي المجمل ولا المنحل؟ لجنة إدارة الأزمة. لجنة إدارة الأزمة، مرحبا بك سي محمد الجوماني. خلينا في البداية تقرير نرجع فيه على أهم ردود الأفعال، أفعال الأحزاب السياسية من قرار رئيس الجمهورية التمديد في الإجراءات الاستثنائية، ثم نعود للتحليل والنقاش.